ويبين هذا العدد الكبير من الطلاب الذين يستهلون يومهم الدراسي بالأنشطة المدرسية المعتادة وطابور الصباح أن فرص التعليم في ولاية جعلان بني بعلي أصبحت متاحة أمام أبناء الولاية. وقد انتشرت دور العلم في مدن وقرى الولاية، وهناك حوالي 12 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية. كما تمارس الفتاة في مدرسة الأشخر الثانوية الأنشطة الفنية إلى جانب منهاج الدراسة، وحظيت الفتاة في الولاية بنصيب وافر من التعليم نتيجة تخصيص مدارس مستقلة لها وتحمس المواطنين لتعليم بناتهم استجابة لفلسفة التعليم بالسلطنة التي تؤكد الاهتمام بالفتيات ليسهمن في نهضة مجتمعهن. وراها في كل عصور التاريخ الإسلامي من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.